مباراة طلائع الجيش النهارده الاول، فبالتالي خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي عشان نقرب من الصوره قبل ساعات قليله جدا من مباراه الاهلي امام طلائع النهارده. يا فاروق مساء الخير. مساء عليك زميلي امير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناتنا الاهلي. اهلا بك يا فاروق، طمنا على الفريق. بطمنك امير وطمن كل جماهير النادي الاهلي وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، حالة من ارتفاع الروح المعنوية عند لاعبي النادي الأهلي. عارف أمير، الأهلي في أكثر من اتجاه، في أكثر من مشوار، المشوار الإفريقي، السوبر المصري، الدوري العام، أكثر من اتجاه النادي الأهلي بيشتغل عليهم خلال الفترة القادمة في ظل تلاحم المباريات. يعني الفوز الأخير للنادي الأهلي على بيراميدز وتوقيته من الأمور اللي أسعدت الجهاز الفني واللاعبين والإصرار اللي موجود عند لاعبي النادي الأهلي والروح المعنوية في ظل انت تتعرض لكم من هذه الضغوط في مشوار الافريقي او المباريات القادمه، فكان ليه اثر بالغ عند الجهاز الفني واللاعبين. ايضا يعني زيارات او التواجد المتكرر للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي مع الفريق في المران والايام اللي فاتت في اكثر من مناسبه، بيدي حاله من الثقه لعيبه النادي الاهلي واللعيبه حاسه وبتعي قيمه هذه المرحله. النهارده مواجهه فريق طلائع الجيش، اعتقد يعني مواجهه ان شاء الله يعني مواجهه صعبه طبعا ما بين الاهلي وفريق طلائع الجيش اللي دايما بيبقى يعني اكيد من الفرق اللي بتأدي امام النادي الاهلي مع الكابتن عبد الحميد الدباسيوني اللي بيقود الفريق. الفريق النهارده بالنسبه لفريق النادي الاهلي، الفريق تناول وجبه الافطار تمام الساعه 8:30 صباحا، ثم وجبه الغداء تمام الساعة 1:30 ظهرا. في بعض يعني الاحاديث الجانبية او التعليمات كده كانت من مستر ريني فايلر لاليو باجي ما يعني وجبة الغداء، وثم في يعني اثناء وجبة الفريق كان في ايضا بعض التعليمات لاليو ديانج والجونيور راجاي وال عبر السولية ومحمد مجدي قفشه، يعني بيدي بعض التعليمات مستر ريني فايلر، حريص ان هو يعني بيدي بعض الامور او يصحح بعض الامور للاعبين. هنقول في حاله من الثقه يا امير زي ما احنا اتكلمنا والتركيز اللي عند لعيبه النادي الاهلي، ومن الامور المهمه جدا برضه اللي انا ببقى حريص عليها معاك يا امير ان عدم انشغال مستر ريني فايلر او اللاعبين بموضوع الارقام القياسيه. يعني مهم الكلام ده، فوز ال 14، لا الراجل برضه مصمم ان انا عندي هدف ان انا افوز في كل مباراه، عندي اكثر من مرحله البطوله الافريقيه والاستعداد لمباراه سان داونز، قبليها عندنا مباراه الزمالك والسوبر في الامارات، قبليها لقاء المصري. برضه مش عايز برضه امير ان مستر ريني فايلر مش عايز ان يبقى فيه عدم استهانه بمباراه المصري، يعني قبل كله يعني الجماهير او تحاول تركز على مباراه السوبر وسان داونز، لا احنا عندنا برضه قبليهم في مباراه مهمه جدا امام فريق المصري البورسعيدي، مباراه صعبه بكل تاكيد. طبعا طبعا يا امير مستر ريني فايلر يا امير، يعني في الوقت اللي انا بكلمك فيه دلوقتي خلاص اللاعبين متواجدين في المحاضره الفنيه، مستر ريني فايلر حاول يعني يوجه بعض التعليمات الرتوش الاخيره زي ما انت بتقول كده، ونقول قال لمواجهه فريق طلائع الجيش اسلوب لعب فريق طلائع الجيش، اتفرج على اكثر من مباراه فريق طلائع الجيش، في جزء بيشتغل عليه مستر ريني فايلر على النطاق اللي هو الفيديو والنطاق العملي، ايضا على النطاق النظري، ايضا في المحاضره هيعلن يعني التشكيل اللي هيخوض بيه اللقاء. طبعا مستر ريني فايلر يعني كان اعلن قائمه اللقاء لقائمه النادي الاهلي لهذا اللقاء لضمت الشناوي وشريف اكرامي احمد فتحي ومحمد هاني علي معلول وايمن اشرف ياسر ابراهيم ورام ربيعه ومحمود متولي عمرو السلية واليو ديانج محمد مجدي قفشه وليد سليمان جيرالدو وحسين الشحات احمد الشيخ وكهربا وليد سليمان، كان قدامهم جونيور اجاي ومروان محسن وليد سليمان مع ثلاثه لاعبين جونيور اجاي ومروان محسن واليو بادجي، اي 11 لاعب امير زي ما احنا متفقين قادرين ان شاء الله على تحقيق الانتصار للنادي الاهلي. ودايما الامور اللي اتضح لمستر ريني فايلر كثير حاله الجاهزيه اللي عند اللاعبين، يعني بنقعد امير كيف بيتوقع ده هيدخل المحاضره التشكيل، لا هو اي 11 لاعب بيبقى جاهز، حاله الجاهزيه اللي عليها اللاعبين، حاله التركيز اللي عليها لاعبي النادي الاهلي. ودي دي ميزه مهمه جدا يا فاروق، لان مستر فايلر على مدار الفتره اللي فاتت كلها من ساعه ما الراجل جه وهو بيشرك اكبر كم ممكن من اللاعبين وبيعمل روتيشن، فبالتالي لما تيجي مرحله زي اللي احنا فيها دلوقتي مليئه بالمباريات الصعبه واللي في مختلف البطولات كمان، فهتلاقي اكبر كم ممكن من اللاعبين جاهز، فده شيء ايجابي يشتغل عليه المدير الفني. يعني بالظبط يا امير، يعني انا مش وزيد على الكلام اللي انت بتقوله، لكن في يعني من النقاط المهمه جدا ان احنا كجماهير النادي الاهلي او كمتواجدين في النادي الاهلي ما بقاش نحس بالفرق ما بين الاساسي والبديل. صح، وانت في وقت من الاوقات كنت بتيجي بتعاني من غيابات، يعني النادي الاهلي انت عندك غيابات لحمدي فتحي وغيابات لرمضان صبحي وغيابات لكريم نيدفي ومجموعه من اللعيبه اللي بتنزل الاصابات،
لعيبه كبيره جدا ومؤثره، لكن تحس ان شكل الاداء بتاع النادي الاهلي الامير الاهلي لا في شكل في الملعب، الاهلي ليه شكل سواء في الناحيه الدفاعيه سواء في الناحيه الهجوميه. فدي من الامور اللي احنا بنشيد بيها المستر ريدي فايلر واللاعبين والجهاز الفني على ان احنا خلاص اتلغى عندنا يعني نقطه البديل من الاساسي، لا اي 11 لاعب ان شاء الله قادر على ان احراز الثلاث نقاط. عارفين اهميه المباراه، لعيبه امير عندها تركيز شديد جدا، يعني عارفين قيمه هذه المرحله. يعني زي ما قلت لك امير تواجد الكابتن محمد الخطيب المستمر مع اللاعبين في الفتره الاخيره وحديثهم عن يعني تواجدهم مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، اللعيبه حاسه بقيمه هذه المرحله، اللعيبه كمان كلها يعني كل اللعيبه عايزه تفرح جماهير النادي الاهلي. طبعا اكيد البطوله الافريقيه اللي جايبه عن النادي الاهلي، سوبر المصري ان شاء الله تبقى ثاني بطوله لمستر ريني فايلر مع النادي الاهلي، ايضا استكمال الدوري المحلي مع يعني بنتكلم احنا الجماهير، احنا بقى كجماهير عايزين الارقام القياسيه. لكن كده كده امير الاهلي هو بيحطم ارقام نفسه، يعني النادي الاهلي بيحطم الارقام اللي هو عاملها بنفسه بالظبط. فنتمنى فيها كل التوفيق يا امير ان شاء الله. زي ما انت قلت يا امير برضه اللقاء هيدور تحت مدير الكابتن محمود البنا وعماد العقاد واحمد عبد الغني واحمد صالح، نتمنى كل التوفيق ان شاء الله يا امير للنادي الاهلي. يعني زي ما قلت لك من خلال لحظات هيتم التحرك لملعب استاد القاهره ان شاء الله. مستر ريني فايلر في المحاضره الاخيره خلاص بيدي التعليمات الاخيره وهيعلن التشكيل ان شاء الله اللي هيخوض بيه الاهلي. المحاضره ابتدت المحاضره في الفلات اللي انا بكلمك فيه دلوقتي يا امير. مستر ريني فايلر في المحاضره بيدي تعليماته للاعبين ان شاء الله. عقب انتهاء المحاضره مباشره هتوجه الفريق لاستاد القاهره الدولي. انا معاك يا امير لو في اي استفسار او اي سؤال. انا بس عايز اسالك على فرص اليو بادجي للمشاركه سواء كاساسي او كبديل، هل فرص موجوده وقائمه ولا اللاعب غير جاهز يعني؟ لا بص يا امير، انت عارف ان مستر ريني فايلر يعني حاله الجاهزيه اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها ان ممكن مروان ممكن جيرون او جونيور اجاي، لكن اللي واضح ان مستر ريني فايلر في كلامه مع اليو بادجي شايف عمال في بعض الاحاديث الجانبيه بعض التعليمات بعض التوجيهات، من الممكن ومن المحتمل ان اليو بادجي يقود هجوم النادي الاهلي في هذا اللقاء. ايضا في يحاول مجهز برضه اليو بادجي لمباراه المصري ومباراه السوبر وللمشوار الافريقي، فمن الممكن يعني شايفين مستر ريني فايلر خط اليو بادجي بتعليمات بعض توجيهات في اثناء فتره وجبه الغداء او البريك، فكلها من الامور اللي نقدر نقول ان اليو بادجي لا جاهز ان شاء الله يكون واحد من اللعيبه المتواجده ان شاء الله سواء على القائمه الاساسيه للقاء او على مقابل البدلاء، لكن نتمنى ان شاء الله يكون واحد من اللعيبه اللي هتضيف ان شاء الله للنادي الاهلي. يعني المباراه النهارده على استاد القاهره الدولي، وطبعا كل مباريات النادي الاهلي اللي هي خاصه بالفريق بتبقى على استاد القاهره الدولي، قول لي ده بيمثل ايه للعيبه بشكل عام لما بيكون مبارياتهم على استاد القاهره يا فاروق؟ بص يا امير، موضوع استاد القاهره ايضا هو بيسيب انطباع مهم جدا، يعني ان نوعيه استاد القاهره لعيبه يعني استاد القاهره اللعيبه اتعودت عليه الجمهور، ان الجمهور يكون مال استاد القاهره، هو نوع من الملاعب اللي بتدي ارتياح نفسي للاعبين. اسم استاد القاهره وتواجد اللاعبين على استاد القاهره، ارضيه الملعب ايضا من الحاجات المهمه جدا، ارضيه ملعب استاد القاهره. مستر ريني فايلر كان اشاد اكثر من مره بملعب استاد القاهره. احنا ان شاء الله خلال الفتره القادمه ومباراه الافريقيه ان شاء الله والعوده الجمهور للنادي الاهلي سواء المباراه في استاد القاهره ان شاء الله، ده اللي بنتمناه طبعا او استاد السلام. هتكتمل اللوحه الجميله اللي احنا اتعودنا نشوفها امير في استاد القاهره الدولي، لكن هو ملعب من الملاعب اللي بتدي ارتياحيه ايضا للاعب النادي الاهلي في اللقاء. ملعب امير تقدر النادي الاهلي ينفذ من خلاله المساحات الواسعه ويلعب على الجمل بتاعته وينفذ الشغل التكتيك اللي مستر ريني فايلر حريص عليه. واحد من الملاعب اللي بيقدر يجيب من خلالها النادي الاهلي تنفيذ الجمل الفنيه لمستر ريني فايلر استاد القاهره امير. بالظبط. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا فاروق زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي، كان معانا على الهاتف عشان يطمنا بشكل أكبر على الفريق قبل ساعات قليلة جدا من مباراة اليوم أمام